شيخ أحسن الله إليكم، ما هي صفة التكبير للسجود؟ هل هي من حين القيام أم حين ما يهوي إلى السجود؟ نعم، التكبير للسجود من حين ما يهوي ويكملها قبل أن يصل الأرض، وكذلك كل تكبيرات الانتقال الأفضل أن تكون بين الركنين، سواء تكبيرة الركوع أو السجود أو القيام للسجود، لا يبدأ قبل ولا ينهي بعد، يحرص على هذا، لكن البداءة لا يبدأ قبل، يبدأ من حين ينتقل، ثم إن تمكن من إكمال التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، وإلا فلا بأس أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. نعم.